الوقاية خير وسيلة للعلاج. هذا ما تنادي به الجهات الصحية في العراق بعد انتشار فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في جميع المحافظات دون استثناء خلال الفترة الماضية. التعويل على وعي المواطنين في عموم البلاد وحماية الأمن الصحي لهم ملفان تصدر جدول أعمال المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الذي أكد أن الأمن الصحي للمواطنين جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني للبلاد، مبينا أهمية وعي المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية والصحية، معتبرا إياه الركن الأساس في مكافحة انتشار الوباء. القوات الأمنية وسعيا منها للحفاظ على الأمن الصحي العام من جانبها بدأت بإجراءات مشددة لتطبيق حظر التجوال الشامل الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان كمدينة الصدر شرقي بغداد، إلى جانب نشر دوريات لحث المواطنين على البقاء في منازلهم بمناطق أخرى متفرقة. تناشدكم وتوجه إليكم هذا النداء: أبناء شعبنا العراقي الأصيل، لأنكم أهل للمسؤولية الوطنية والقانونية، نناشدكم بالتعاون مع القوات الأمنية والكوادر الصحية لتطويق هذا الوباء الخطير والانتصار عليه. وسلاحكم الفتاك الذي يخشاه هذا الوباء وعدم مغادرة البيت إلا للضرورة القصوى، والامتثال التام للأوامر والإرشادات الأمنية والصحية والقانونية، واتباع طرق الوقاية المعلنة تجنبا للإصابة وحفاظا على سلامة الجميع. ويبقى تنفيذكم لأوامر وقرارات الجهات المختصة هو دليل وعيكم الوطني الكبير وحرصكم على تجاوز هذه المحنة بسلام إن شاء الله. مع تحيات مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع. وزارة الصحة بدورها عزت ارتفاع أعداد الإصابات إلى زيادة أعداد الفحوصات التي تجريها الفرق الوبائية في المناطق الموبوءة أو الفحوصات العشوائية التي يتم اكتشافها عبر التحري النشط، وهذا ظهر جليا بتسجيل أكثر من 1000 إصابة في أسبوع واحد، كان للعاصمة بغداد نصيب الأسد منها. ويبقى وعي المواطن هو السلاح الوحيد الذي تواجه فيه الجهات الصحية العراقية هذا الوباء، فبغيابه قد تشهد المرحلة المقبلة انهيارا تاما للنظام الصحي، وبالتالي على الجميع الاستعداد لفراق أحبتهم.